السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر محمد مختار معلم أول لغة إنجليزية. أعزائي طلاب الصف الأول الإعدادي، النهاردة معدنا مع ليسون 6 في يونت 1، الدرس السادس في الوحدة الأولى، كتاب الطالب. هنلاقي عندنا بيج 70 بيج 10 صفحة 10. reading 1 read about حبيبة مرزوق which sport makes her happy. اقرأ عن حبيبة مرزوق وأي رياضة بتجعلها سعيدة. حبيبة مرزوق achieves her dreams. حبيبة مرزوق بتحقق كلمة achieves her dreams أحلامها. طيب حبيبة مرزوق is a gymnast يعني لاعبة جمباز gymnast. She is 18 عندها 18 سنة and lives in Cairo with her family وبتعيش في القاهرة مع أسرتها. حبيبة has a very busy life عندها حياة مزدحمة جدا. كلمة busy بمعنى مزدحم وكمان بمعنى مشغول بمعنى مكتظ، برضو بمعنى مكتظ كلمة busy. She goes to school and she studies hard. تذهب للمدرسة وتدرس بجد. In the evenings وفي المساء كل مساء يعني she trains for 5 or 6 hours. بتتدرب لخمس أو لمدة 5 أو 6 ساعات. كلمة train احنا خدناها قبل كده كتير بمعنى القطار، أما النهاردة بمعنى يتدرب. She is a top gymnast in Africa. gymnast in Africa يعني هي أول لاعبة جمباز على في أفريقيا. and she wants to go to the Olympics وعايزة تروح الأولمبياد. طيب حبيبة's family always helps her دايما بيساعدوها. She eats healthy food بتاكل طعام صحي so that she can stay strong لكي يمكنها أن تبقى قوية. gymnastics اللي هي الجمباز لعبة الجمباز بقى is a difficult sport رياضة صعبة but it makes her happy لكن تجعلها سعيدة. يبقى طبعا ايه الرياضة اللي بتجعلها سعيدة؟ السؤال اللي كان فوق طبعا gymnastics اللي هو الجمباز. طيب exercise 2 بيقول read again and correct the underlined words. اقرأ مرة أخرى وصحح الكلمات اللي تحتها خط. حبيبة is a teacher طبعا لا gymnast اللي هي لاعبة جمباز. his family lives in Cairo طبعا his دي للمفرد المذكر صفة ملكية ولكن هنا هي بنت طبعا فهقول her. she eats for 5 or 6 hours بتاكل لمدة 5 أو 6 ساعات أكيد لا. she trains بتتدرب زي ما احنا شفنا في القطعة اللي قرأناها. gymnastics الجمباز is an easy sport رياضة سهلة لا طبعا a difficult sport. طيب writing write a description of someone in your family اكتب وصف لشخص في اسرتك. write about these things اكتب عن هذه الاشياء. name الاسم age العمر او السن. where he او she lives اين يعيش او تعيش. favorite food الطعام المفضل hobbies طبعا ممكن هتكلم عن مثلا my father my father's name is احمد. He is 40 عنده 40 سنة. He lives in Cairo يعيش في القاهرة. His favorite food is fish and rice مثلا. Hobbies الهوايات أقول مثلا he likes playing chess بيحب لعب الشطرنج. طيب في عندنا جزء هنا بيقول لي did you know حاجة زي هل تعلم كده. athletes work hard لاعبي ألعاب القوة athletes work hard بيعملوا باجتهاد to balance علشان يوازنوا. their school studies دراستهم في المدرسة or work أو العمل. their sport والرياضة بتاعتهم and their friends and family وأصدقائهم وأسرتهم. كمان بيقول لي did you know حاجة برضو جميلة مهمة some words that end in ICS بعض الكلمات اللي بتنتهي بالحروف ICS are singular nouns بتكون أسامي مفردة مفرد يعني تعامل كمفرد دايما زي physics الفيزياء أو الفيزيكس is mathematics الرياضيات gymnastics الجمباز athletics اللي هو ألعاب القوى. طيب في writing tip هنا حاجة كده للكتابة بقى punctuation marks العلامات بتاعة الترقيم. Start each sentence with a capital letter ابدأ كل جملة بحرف كبير. Use capital letters for
names استخدم الحرف الكبير ده لايه؟ الاسامي زي علي، هبة، منى. cities المدن زي كايرو، الكسندريا، لندن. days of the week ايام الاسبوع، Saturday، Sunday، Monday وهكذا etc. end your sentence with a full stop. انهي الجملة بتاعتك بنقطة، exclamation mark علامة تعجب، or question mark أو علامة الاستفهام. شكرا جزيلا، وتابعونا أعزائي الطلاب.